عينك أبخالب دمي علي. مدينة الدربند أم باب الأبواب، أقدم المدن في روسيا، أقدم مساجد في روسيا، وأقدم مساجد والمناطق الشيعية في روسيا. اليوم نعرفكم عليها إن شاء الله تعالى. أنا ما أملك وجودي، كل وجودي بيديك، شلون يصير أنا ملكك أبخلب دمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم ومبغضيهم إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في مدينة دربند، وما كانت تسمى باللغة العربية بباب الأبواب. وهذه مدينة في تاريخ روسيا وتاريخ الإسلام في بلادنا مهمة جدا. لماذا؟ هي قد تعتبر أقدم المدن أصلا في بلادنا، وهي كذلك أقدم المدن الإسلامية، والأول مساجد بني في يعني روسيا بني في هذه المدينة. ونحن الآن نقف أمام باب المسجد الجامع لهذه المدينة، وهذا المسجد قد بني في بداية القرن الثاني الهجري في سنة تقريبا 115، وإلى الآن الحمد لله بحمد الله تعالى وبركة الإمام الحسين عليه السلام، هذا المسجد في أيدي الشيعة في هذه المدينة. والمدينة قد تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هو ما يسمى بالمحل، وهو قسم شيعي، وتقريبا 30% من سكان هذه المدينة هم من الموالين لأهل البيت عليهم السلام. وهذا المسجد كذلك أقدم مساجد في روسيا، هو مسجد شيعي. ونحن حبينا فقط عندما جاءنا إلى هذه المدينة في حلقة المحاضرات، أردت أن أسجل شيئا بالعربية حتى أعرفكم على تاريخ التشيع في روسيا. وأنا طبعا لست صحفيا خبيرا في هذه الأمور، ولو أخطأت في شيء فاعذروني إن شاء الله تعالى. وبعد أن نحن نتكلم إن شاء الله عن تاريخ هذه المدينة، ونتحدث مع إمام هذا المسجد، وبالتوفيق إن شاء الله. شلون يصير أنا ملكك أبخلب دمي. منبر هذا المسجد، وهناك كذلك المكتوب الشهادة، مع الشهادة الثالثة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله عليه السلام. ونحن نعرفكم على هذا المسجد، وهو طبعا كما ترون مسجد قديم جدا، يعني أكثر من 1000 سنة، وطبعا قد عمر مرات، والآن كذلك عدنا هنا مشروع تعمير هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى. وبعد نستمر في تعريفكم على هذا المسجد، كما قلنا في السابق أقدم مساجد في روسيا، وكذلك أقدم مساجد الشيعية. في عندنا جدار يقسم المسجد إلى قسمين، قسم للرجال وقسم للنساء، وعلى هذا الجدار مكتوبة روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كما هذه مثلا الرواية عن الإمام الحسين عليه السلام يقول: موت في عز خير من حياة في ذل، هيهات منا الذلة. ونتمنى للأشخاص المقيمين مقيمي الصلاة في هذا المسجد المبارك أن يمشوا في مشروع الحسيني دائما إن شاء الله. أنا ما أملك وجودي. أعزائي المشاهدين، هنا معنا أحد أئمة هذا المسجد، المسجد الجامع لمدينة دربند، وما كانت تسمى بباب الأبواب باللغة العربية في الخرائط القديمة، وهو السيد النقي من طلاب العلم، ودرس في حوزة سيدة زينب سلام الله عليها في سوريا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله سيدنا. السلام عليكم. نحن نريد نعرف الآن لإخواننا في العالم تاريخ هذا المسجد المبارك وهذه المدينة. وكما أنا قلت في سابق، هذه المدينة تعتبر أقدم مدن الشيعية الإسلامية في روسيا. وأصلا ممكن ليست مشهورة بين الناس، وحتى
نعرفهم ما عندنا. نتكلم الآن ونتحدث حول تاريخ هذا المسجد وهذا المدينة. والسؤال الأول سيدنا، كم تقريبا يعني تاريخ هذا المسجد؟ أنا كما أعرف قد بني المسجد في سنة 115 هجري، نعم، ومن البداية يعني هذه بناية تقريبا بقيت من نفس الزمن، فقط يعني كان التعمير، نعم، تعمير، صار تعمير هنا بعد الزلزال قبل الزلزال يعني، نعم، 500 سنة، قبل 500 سنة كان زلزال وعمروا، وهذا المسجد يسمى مسجد جامع، وهناك مسجل فوق الباب مسجل أحاديث عن الأئمة. أي حديث مثلا؟ أنا ما أصلح إلا خطي يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا الحديث مكتوب أول وبعد آيات من القرآن عن الصواب من بنى مسجد لمن بنى مسجد. نقول قد تنقسم هذه المدينة إلى قسمين، القسم القديم يسمى المحل، نعم، المحل، والقسم الجديد هو يعني حتى يوجد جدار بين القسمين، نعم، خارج الجدار يسمى أصلا يعني خارج المحل، والمحل هو قسم شيعي تقريبا، والسكان في المحل أكثرهم شيعا، نعم، كلهم، أي نعم. وهذا المسجد ما أصلا يعني دور هذا المسجد في المحل وفي نفس المدينة كلها؟ يعني أهمية المسجد يعني إلى أي حد تحسبونه؟ مسجد هذا مسجد قديم وجامع، بما أن هذا المسجد جامع هنا يجتمعون من كل شوارع هذه المدينة، ونحن نصلي صلاة الجمعة، ونحن هنا معاشرة مع الناس، مع كل الناس في هذه المدينة، وهنا نقيم مجالس حسينية هنا في هذا المسجد، ونحتفل مواليد أئمة عليهم السلام، أتقاب عليهم السلام، ولذا كل من عنده مشكلة حتى يأتي إلى هذا المسجد ويخبرنا، ونحن إذا في إمكاننا نحل هذه المشكلة إن شاء الله. حتى في جمهورية داغستان، حتى في روسيا، في روسيا، في بيلاروسيا، ينتشر علوم أهل البيت من هذا المسجد، مسجد جامع، لأن كل من يزور روسيا يأتون إلى هذا المسجد، لأن هذا المسجد قديم، ونحن نخبرهم ب علوم أهل البيت إن شاء الله. بعد هذا الفيديو يعني إن شاء الله يعني إخواننا في العالم قد يتعرف